يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن والدي وهو كبير في السن، وهل لها أصل في السنة؟ إذا كان والدك لا يستطيع العمرة بنفسه وهو عاجز عجزا مستمرا وقد أيس من أداء العمرة لكبره أو لمرض مزمن، فلا بأس أن تعتمر عنه عمرة الإسلام، تحج عنه حجة الإسلام، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فإذا كان عجزه مستمرا وهو لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام، فحج عنه واعتمر عنه.